بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وكتاب قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنون البليغة في الأسلوب الأخير، وهو 55 في ألفاظ يكثر استعمالها في القرآن. ود، قرأناها امبارح؟ قال أبو مسلم الأصبهاني، وده له تفسير، وكان معتزلي ولغوي، يعني عالم في اللغة، وكان معتزلي، يعني يتبنى مذهب الاعتزال، وصنف تفسيرا على طريقة المعتزلة. قال أبو مسلم الأصبهاني بمعنى تمنى، يبقى ود بمعنى تمنى، ولما تيجي بمعنى تمنى يستعمل معها لو وأن، وربما جمع بينهما نحو ودوا لو أن فعل، ومصدره الودادة، والاسم منه ود، وقد يتداخلان في الاسم والمصدر. وقال الراغب: إذا كان ود بمعنى أحب لا يجوز إدخال لو فيه أبدا، فإن ود أحيانا تأتي بمعنى الحب، وجعل بينهم مودة ورحمة، وأحيانا تأتي ود بمعنى تمنى، فإذا جاءت بمعنى أحب لا يجوز إدخال لو فيه أبدا. ده رأي مين؟ الراغب. وقال علي بن عيسى، وهو أيضا كان مفتيا في علوم كثيرة وكان متفننا في اللغة، إلا أنه كان أيضا معتزلي، وقال علي بن عيسى: إذا كان بمعنى تمنى صلح للمضي والحال والاستقبال، يعني ممكن يدل على الماضي وعلى الحال وعلى الاستقبال، الحال اللي نسموه المضارع يعني. وإذا كان بمعنى المحبة لم يصلح للماضي، لأن الإرادة هي استدعاء الفعل، وإذا كان للماضي لم يجز أن، وإن كان للحال أو للاستقبال جاز أن ولو، يعني يضاف إليها أن ولو. لكن الزركشي ما عجبوش الكلام ده، قال: وفيما قاله نظر، لأن أن توصل أيضا بالماضي، نحو سرني أن قمت. هو عايز يقول إن لما تبقى بالماضي لم يجز أن، قال له أبدا، قال له أن دي بتوصل بالماضي نحو سرني أن قمت مثلا، ده مثاله لغويا صحيح. قلت: فكان الأحسن الرد علي بكلامه، يعني هو يجيب له: انت مش عملت قاعدة، انا بجيب لك قاعدتك دي تدل على ان كلامك متناقض، وعايز يرد عليه من كلامه نفسه، وهو انه جوز اذا كان بمعنى الحال دخول ان، وان دي بتدخل ايضا للمستقبل، فقد خرجت عن موضوعها. فاذا كانت ان بتدخل للمستقبل وهي اصلا جايه للحال، فايه المانع انها تدخل على الماضي كمان؟ ما يمنعش، واضح؟ يبقى الخلاصة، علشان بس الكلام ما ينسيش بعضه، ان ودة دي بتأتي بالقرآن بمعنى تمنى وبمعنى أحبة، وبعدين انت تشوف السياق تعرف هنا مقصود الحب ولا مقصود تمني حلول شيء في المستقبل. أفعل التفضيل، وحكايتنا حكاية أفعل التفضيل دي بقى في القرآن كتير جدا. متملي أفعل التفضيل بتيجي من الفعل الثلاثي، فيه قواعد. الأولى
إذا أضيف إلى جنسه لم يكن بعضه، كقولك زيد أشجع الأسود، أضيفت إيه؟ أشجع للأسود هنا، مش كده؟ يبقى إيه المفضل؟ المفضل يبقى مش إيه؟ ليس بعض إيه هذا؟ لأن زيد مش من الأسود، مش كده برضو؟ ونقول إيه زيد أجود السحب، زيد ده إنسان ولا سحابة؟ خلاص يبقى إيه؟ يبقى ليس من أفراده، فيصير المعنى زيد أشجع من الأسود وأجود من السحب. وعليه قوله تعالى خير الرازقين سبحانه وتعالى، خير الرازقين وأحكم الحاكمين وأحسن الخالقين، أي خير من كل من تسمى برازق، لأن هنا الله مش من جنس، مش من جنس هؤلاء، خد بالك لما قال الرازقين وقال الحاكمين وقال الخالقين، ربنا ليس من جنسهم، فهمت؟ يعني ليس واحد منهم، ده ايه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا ند، اي خير من كل من تسمى برازق، واضح؟ واحكم من كل من تسمى بحاكم، كذا قاله ابو القاسم السعدي. قال الشيخ أثير الدين الذي تقرر عن الشيوخ أن أفعل هذه لا تضاف إلا ويكون المضاف بعض المضاف إليه، فلا يقال هذا الفرس أسبق الحمير، ليه؟ لأن الحمير مش من جنس الفرس، لأنه ليس بعض الحمير. وعلى هذا بنى البصريون منع زيد أفضل إخوته وأجاز وأفضل الإخوة، لأن زيد ذكر وإخوتي تدل على الذكورة والأنوثة، فهمت؟ فقال إيه البصريين، قال لك يبقى ما ينفعش يقول زيد أفضل إخوتي، لأن هو إيه لابد يبقى إيه واحد من إيه من المذكورين. وأجاز أفضل الإخوة إلا إذا أخرجت عن معناها فإنه قد يجوز ذلك عن بعضهم. الثانية إذا ذكر بعد أفعل جنسه وواحد من أحد جنسه وجب إضافته إليك، قولك زيد أحسن الرجال لأنه واحد منهم وأحسن رجل. قال تعالى، وبعد النقط يبدو أن إيه المصححة اللي عندك إيه؟ كاتب هنا سقط في الأصول، سقط آه، لكن ما حدش حاول يجيبها، حدش كتبها في الهامش. السقط يبقى ايه؟ في اي طبعة كتبوا السقط ايه هنا؟ طيب هي سقط على اي حال في ايه في المخطوطة. واذا ذكر بعد ما هو من متعلقاته وجب نصبه على التمييز، نحو زيد احسن وجها واغزر علما. وقد اشكل على هذه القاعدة قوله او اشد خشية وأزكى طعاما، يخشون الله إيه؟ يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وهنا مش من جنس الله، ليس من جنس المذكورين. وقول أزكى طعاما قد أضيف إلى غير جنسه وانتصب، وقد تأول العلماء هذا حتى رجعوا به إلى جعل أشد لغير الخشية، فقال الزمخشري معنى يخشون الناس كخشية الله، أي مثل أهل خشية الله، أو مثل قوم أشد خشية من أهل خشية الله، يعني عشان يخرج من الأزمة يعتبر إيه إن في محذوف. قال ابن الحاجب وعلى مثل هذا يحمل ما خالف هذه القاعدة بتقدير محذوف. يعني الثالثة الأصل فيه الأفضلية على ما أضيف إليه، وأشكل على ذلك قوله تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، يعني كل آية في حد ذاتها أكبر من أختها، يبقى هي في نفس الوقت أكبر وأقل في نفس الوقت في كل آية كده، ما ده هينبني عليه برضو إيه نوع من التعرض العقلي، فهمت؟
لأن معناه ما من آية من التسع إلا وهي أكبر من كل واحدة منها، فاضلة ومفضولة في حال واحدة. وده إيه؟ اجتماع إيه؟ اجتماع ناقدين، فما ينفعش. أو اجتماع يعني إيه؟ إن الضدين، يعني الشيء وضده في نفس الوقت. وأجاب الزمخشري بأن الغرض وصفهن بالكبر من غير تفاوت فيه، وكذا يعني كأنه عايز يقول لك إن التسع آيات كل واحدة كبيرة في ذاتها، مفيش حاجة أكبر منها، فهمت؟ هو عايز يقول لك كده، الآية عايزة تبين لك هذا المعنى. تسع آيات بتاع سيدنا إبراهيم معروفة، العصا مشهورة، سيدنا موسى، وآتيناه تسع آيات بينات، اللي هو إيه؟ العصا، وإيه؟ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، يعني منيرة، دي أول حاجة. وبعدين الإيه؟ السنين بنقص من وإيه؟ بالسنين ونقص من الثمرات، يبقى المجاعة ونقص الثمرات، أدي إيه؟ أربعة. وبعدين أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، أدي خمسة، بقوا تسعة. كويس؟ ومعجزات نبينا لا تعد ولا تحصى. فين بقى نبي؟ آلاف آلاف المعجزات. القرآن نفسه كل آية معجزة، 6200 وحاجة و30 آية، ده القرآن بس، ده غير بقى الإيه؟ المعجزات الحسية. أكثر نبي ليه معجزات على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، على الإطلاق. كل نبي خارج إيه؟ شوية معجزات معدودة تعدها، 5 6 10 15 20، تيجي في نبينا تحتار بقى، تحتار يا سيدي من كترها. وأجاب الزمخشري بأن الغرض وصفهن بالكبر من غير تفاوت فيه، يعني كل واحدة كبيرة في ذاتها، أدي معنى أكبر من أختها، يعني كل واحدة كبيرة في ذاتها، فاهم؟ وكذلك العادة في الأشياء التي تتفاوت في الفضل التفاوت اليسير أن تختلف آراء الناس بتفضيلها، وربما اختلف آراء الواحد فيها، كقول الحماسي: من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم، مثل النجوم التي يهدى بها الساري. فما تقدرش تقول نجمة أهدى من نجمة، فهم؟ لأن كلهم في مقام عالي. وأجاب ابن الحاجب بأن المراد الأعلى أكبر من أختها عندهم وقت حصولها، لأن لمشاهدة الآية في النفس أثرا عظيما ليس للغائب عنه، يعني هي أكبر من أختها للحاضر فيها، لأنه مش كل الناس حضروا كل الآيات، فهم؟ لكن إيه؟ بعض الناس شافوا آية من الآيات دي، وبعض الناس شافوا إيه؟ معجزة أخرى، وبعض الناس شافوا معجزة ثالثة، فهي تكون بالنسبة لمن رآها هي أكبر آية. واضح؟ الحاجات دي مهمة ليه بقى؟ لأن لما يجي لك واحد إيه بيتعالم ويقول لك شوف أكبر من أختها كده جمع الناقدين، يبقى هي كبيرة وصغيرة في نفس الوقت، تقوم تعرف ترد، تعرف تدافع عن القرآن، فهمت؟ الحاجات دي مهمة جدا على فكرة، قراءة مثل هذه الأشياء في زمن بيحاولوا إيه يعملوا لك شبهات في القرآن، فدي نقط مهمة. وإلا لو ما ردتش يدخل لك الشبهة في إيه؟ في قلبك، تقوم إيه؟ تحس إن القرآن في شيء كده ملغز، مش باين إيه وجه الحكمة فيه، وده يؤدي إلى نقص الإيمان، خد بالك. واحنا بقينا في زمن الوقت الناس قاعده بتفتش تفتيش رهيب علشان ايه؟ يطلعوا نقائص على حسب عقلهم، والحقيقه ان القران لا نقص فيه، فاهم؟ النقص في عقلهم هو. الرابعه قالوا لا ينبني من العهات، يعني تملي افعل تفضيل تبقى في الحاجات اللي فيها كمال مش فيها عهد، فكلمه اعمى ما دي على أفعال تفضيل، بس دي مش من جنسها، أطرش مش من جنسها، فاهم؟ رغم إن هي أفعال تفضيل على الوزن، لكن دي طالما في العهات يبقى مش داخلة. واضح؟ لا ينبني من العهات، فليقال ما أعور هذه الفرس،
أو أما قوله تعالى ومن كان في يدي أعمى فهو في الآخرة أعمى، ففيه وجهان، أحدهما أنه من عمل القلب الذي يتولد من الضلالة وهو ما يقابل الزيادة والنقص، لا من عمل البصر الذي يحجب المرئيات عنه. وقد صرح ببيان هذا المعنى قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعلى هذا فالأول اسم فاعل والثاني أفعل تفضيل من فقد البصيرة، والثاني أنه من عمل عين، والمعنى من كان في هذه أعمى من الكفار فإنه يحشر أعمى فلا يكون أفعل تفضيل. ومنهم من حمل الأول على عمل قلب، يعني من كان في هذه الدنيا أعمى القلب بحيث أنه لم يبصر بعين قلبه وجود الله وصدق الرسل، يبقى في الآخرة إيه؟ أعمى وأشد إيه وأضل. والثاني على فقد البصيرة. وإليه ذهب أبو عمرو فأمال الأول وترك الإمالة في الثاني لما كان اسما، والاسم أبعد من الإمال. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون.